القسم الشرفي وستلاحظون أن الأهداف قليلة ياسر والصفر لصفر ياسر والهدف لصفر ياسر. نشاهد النتائج مباشرة متاع الأسبوع الثاني. نجم بني خلاد انهزم في بني خلاد أمام سكاك الحديد التونسي هدف مقابل صفر، صفر لصفر بين سير جرزونة ونادي الهلالي، انتصار الترجي الجزيسي في الكاف بهدف مقابل صفر، صفر لصفر بين اتحاد بوسالم وقربيل الرياضية، واحد لواحد بين شريك صنع السيارات بسوسة ومستقبل القصرين. مكارم مهدية تفوز على الملعب الصفاقسي هدفين مقابل صفر، ومحيط قرقنة يتغلب على الملعب السوسي 3-2 مع عماد بن عمارة ومقابلة الأسبوع. رحلتنا عبر ملاعب القسم الشرفي تنطلق من عاصمة البرتقال مع لقاء نجم بني خلاد ونادي شيمينو. هذه الصور الاولى لملعب سي هاديسكي ممر نادي شيمينو. شنو هي طموحات نادي شيمينو الراجع من القسم الوطني في هذا الموسم؟ نادي شيمينو فهم يمكن يخرج ناسيونال ديفيزيون، لازم برشا ترافاي وبرشا شويه يبدلوا جورات، فما جورات تعبانين لازم يتبدلوا وفما مستقبل، فما مستقبل، فما امكانيات شيمينو برشا جورات فما امكانيات ولازم اخر ولازم ترافاي برشا. بهذا الموسم ناويين العوده للقسم الوطني. نادي شيمينو. ان شاء الله فما امكانيات ترجعوا بعد. توا بدايه بتقول فما وقت برشا فما ماتشات. ان شاء الله كل ماتش كثير من اول ماتش. منذ البدايه تخلى الفريق المحلي بقوه، وهذه محاولة أولى وقذفة من المثلوثي تمر فوق العارضة، ثم محاولة من نفس اللاعب ويسجل هدف، لكن الحكم رفضه لوجود تسلل. نادي شيمينو اعتمد على الهجومات المعاكسة، وهذه أولى المحاولات عن طريق الخشروم، لكن الحارس تصدى بسهولة. ثم أهم فرصة أتيحت لنجم بني خلاد عن طريق ترابلسي، لكن قذفته الممتازة حولها الحارس إلى ركنية. بعد ذلك سيطر نادي شيمينو، وبعد قذفة باللوسيف يتمكن ترابلسي من الانفراد بالحارس وتسجيل الهدف الوحيد للمقابلة. هذه إعادة للهدف بالصور البطيئة. وهذا الرحموني في محاولة جديدة، لكن الدفاع يتدخل هذه المرة ويبعد الخطر. نجم بني خلاد أنا شوط الأول منهزم بهدف لصفر، شنو رأيك سالي؟ يظهر لي تكتيك جديد في الشوط الثاني. إلى ريف باش الإنسان معناتها يخسر في تيت ماركال وبونتو في الشوط الأول، لكن يبي رومونتي لا بونت أون دوزيام ميتون. بطبيعة الحال الأولاد هبطوا كريسبي شوية أون بريمير ميتون يلعبوا ضد جيمينو أبريدو سين إيكيب ديفيزيون ناسيونال، لكن دوزيام ميتون إن شاء الله يوفقوا في الشيء اللي تكلمنا فيه في الفستيا. وبالفعل سيطر نجم بني خلاد على اغلب ردهات الشوط الثاني، فتوالت المحاولات عن طريق العبيدي الحمروني كما نشاهد في الصوره. هذه هجوم معاكس لفايت نادي شيمينو، لكن الحارس باش يتدخل ويحط الكره في الركنيه. سيطر النجم بني خلاد في الشوط الثاني وتحصل زملاء بسته على 10 ركنيات، ما جابوا حتى نتيجه. ليتالق دفاع نادي شيمينو بقياده الحارس النفزي. هذه محاولة الجربي إثر ركنية، لكن الدفاع يتألق مرة أخرى ويبعد الخطر من على الخط النهائي للمرمى. تعدت محاولات نجم بني خلاد في الفترة الثانية، لكن الحارس النفزي يتألق وينقذ مرماه. هذه محاولة الجربي اللي على إثرها نجم بني خلاد باش يسجل هدف عن طريق الحمروني، لكن الحكم يلغيه لوجود تسلل أثار الكثير من الجدال. المحاولات الأخيرة لنجم بني خلاد ما جابت حتى نتيجة. شكرا عماد. وهذا ترتيب القسم الشرفي. إذن تلاحظوا ترجي جرزيس على غرار نادي رياضي حمننف هو اللي في الطلاع 81 نقاط، ثم اتحاد بوسالم وشركة صنع السيارات ومكارم مهدية، وإذا نهبتوا شوية نلقاو فريق منفرد في المرتبة الأخيرة الملعب الصفاقسي وزوج نقاط فقط. لابد أنكم لاحظتوا المجهود الجبار اللي قام به الممرن السيد أجيسكي البلغاري ليخاطبنا بلغتنا، فشكرا له.